هعمل بقى النهارده صينيه الفراخ بالبطاطس، مفيش اي حاجه، بس هعملها بشكل جديد. مش هبعد عن الفراخ بالبطاطس المتعارف عليها اللي هي تورثناها ويتوارثها الاجيال وهيتوارثها الاجيال على طول، ولكن النهارده هحط فيها شويه اعشاب، هتبلها بتتبيله مختلفه تديها طعم حلو قوي. فتعالوا بقى نعمل الفراخ صينيه البطاطس بالفراخ، وهعمل جنبها الرز بحبه بحبه. ايوه سامعاكي بتقولي انا بعمله لما الشعريه بتخلص. لا 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 خالص. بالظبط كده. مش شرط يكون الشعريه خلصانه علشان اعمل الرز حبه بحبه، لا خالص. رز حبه بحبه كده انا بالنسبه لي برضو ذكرى حلوه، وبيفكرني بايام برضو بيت ماما وبابا وجداتي وكده. فهعمل النهارده كمان جنب الاكله دي رز بحبه وحبه، وهعمل سلطه مناسبه جدا بطعم مصري اصيل تناسب الاكله المصريه الاصيله اللي هي يعني موجوده في كل بيت. زي ما قلت لكم نفس توابلنا ونفس مقاديرنا ونفس كل حاجه، بس هنغير من طريقتها عشان يبقى ليها طعم حلو قوي وكله يحبها. انا عندي هنا المقادير بقى، هننزل بمقادير صينيه الفراخ بالبطاطس. عندي هنا فرخه مقطعه قربة، هعمل بصله مفرومه ناعم، هي بصله مفرومه ناعم بشراها بقى طحناها لحد ما منزله ميتها، عايزاها كده ميه خلاص، ميه. الكلمه دي لسه قايلها لهدى، بتقول لي هدى كمان، يعني انا عايزه اشكر هدى والله. اللي عايزه اقول لكم ورا كل مكان هنا ورا كل حد. اتنين بصله مقطعه حلقات، عندي هنا توم مفروم. بصوا بقى انا بحب جدا زي ما قلت لكم قبل كده احط توابل واعشاب عطريه في كل اكلي، فهحط زعتر فريش وهحط روزميري فريش، وطبعا ملح وفلفل اسود بتاعنا، وورق لورا وهحط حبهان مطحون علشان مشكله الناس اللي بتلاقي الحبهان في الاكل. هو دي مشكله كبيره جدا. جوزي نقعد ننقيه بقى، يطلع نقعد ننقيه، فاللي هو بينقيه عشان يطلع عشان ما بيحبوش. وهحط طبعا طماطم حلقات، وطبعا البطاطس بتاعتنا، هحط بقى الاضافات بتاعتي الجزر والبروكلي. ايوه هحط بروكلي، ومش عايزه اقول لكم هتعجبكم جدا. جزر وبروكلي. وهحط فلفل، ممكن تختاروا رومي، انا اخترته حامي براحتكم طبعا. هنا الوان، يعني فلفل اخضر وفلفل الوان احمر. مش فلفل الوان، مش رومي. انت اخترتي الحامي، ممكن ممكن اللي ما بيحبش الحامي ممكن يستخدم رومي. الرومي بالظبط كده. تعالوا بقى نشوف احنا هنتبلها ازاي وهنعملها ازاي بطريقه تبقى منكهه احلى. احلى حاجه فيكي منكهه. منكهه. انت بتعتمدي ان انا عيني تبقى شايفه الحاجه حلوه، وفي نفس الوقت انا كمان شم ريحه اكل حلو، فبالتالي طعمه حلو. ومش هقف النهارده اكتر، يعني انا امبارح وقفت نص ساعه بعمل اكل تقريبا. لا انا هتبل النهارده تتبيله سهله جدا، هدخلها الفرن واروح اقعد، مش هعمل اكتر من كده. والرز والسلطه مش هياخدوا وقت معايا خالص، وهو ده اللي احنا متعودين عليه منك. يعني عارفه، يعني انا معجبه قوي بفكره انك بتسهلي لنا القصه. انا هدخل المطبخ هعمل الاكله في 10 دقائق في ربع ساعه، وهروح بقى اقعد جنب ولادي. أيوة. جنب جوزي اتفرج. أيوة. على التلفزيون، يعني كده، يعني اذاكر اذاكر اذاكر. اهم حاجه نذاكر، عندنا امتحانات عندنا امتحانات. بصوا ادي البصله الاول المفرومه ناعم جدا، هنزلها عندي في البوله. تمام اوكي. وهياخد مصفيه ميتها؟ لا ده انا عايزاها ميه بالميه. اصلا ايوه بالميه، دي اهم حاجه الميه بتاعتنا. والثوم مفروم. تمام. عندي هنا السبع بهارات. ايوه اوكي. الحبهان المطحون وعندي هنا طبعا اللورا، انا بحب جدا ورق اللورا في اي تتبيله. طيب انت جاي لك تليفون كوكي؟ جاي لي تليفون. الو 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 كوكا. ايوه يا كوكي، دي بنتي حبيبتي. كوكا حبيبه ماما، ازيك يا كوكي؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله. انت بتتفرجي على ماما دلوقتي؟ طبعا. ماما بتعمل اكل حلو قوي. اكيد كل اكلها حلو طبعا. شطوره ماما. حبيبتي كوكا حبيبه ماما، عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله يا ماما بجد، يعني نجمه في وسط الشاشه. ايه؟ نجمه في وسط الشاشه. يا حبيبتي يا حبيبتي، بتقول لك نجمه في وسط الشاشه. يا روح يا حبيبتي. ربنا يبارك لك على الكلام الحلو ده. ربنا يبارك. ايه اكتر اكله بتحبيها من ماما يا كوكي؟ يعني المكرونه بشاميل، اللازانيا، يعني هو كل الاكلات صراحه. يعني هي ماما شطوره. يا روح يا روح. ميرسي يا كوكا، ذاكري بقى.
ده لحد ما اوعي تفتكري المكالمه دي هتاثر على العلاقات اللي ما بيننا. خليها تفرح بيكي. بترشيكي هي بترشيكي. انا جايه لك، افطري وذاكري لحد ما اجي لك، مش هتاخر. اوكي حاضر حبيبتي يا روح قلبي. ميرسي يا روحي. بتقول لي ايه؟ كوكا على فكره انا هتصل بيكي ها وهسالك ازاي تنجزي المذاكره في ربع ساعه ودبولي بعدها عشان والله انت قاعدين تذاكر كتير قوي يا ماما حرام عليكي. اقول لك احنا انا متهيالي احنا الامهات نفسنا اللي بنبقى عايزين نخلص من المذاكره في 10 دقائق. امبارح كان عندنا امتحان. النهارده عندنا امتحان انجلي انجلش انجلش. وبعدين نزل الاجازه. قرار طلع فجاه. واحنا قاعدين بنذاكر. انا عن نفسي الحمد لله. ايوه اقول لك انا قريت القرار وبعدين ما قلتلهاش. ايوه وفضلت شويه وبعدين حسيت اني مش قادره اكمل خلاص انا خدت اتيتيود بكره اجازه. كوكا بصي انا عايزه اقول لك على حاجه مخبيها عليكي. روحي قلب مامي يلا العبي اعملي اي حاجه عشان بكره اجازه. انت عارفه القرار طلع اصلا وانا ولادي يعني اوف النهارده اوف. ف اصلا انا نفسي انبسطت بصراحه. يعني رغم ان انتوا اوف بس انا انبسطت. لا احنا ما كانش اوف خالص. احنا كان بقول لك عندنا امتحانات ونازلين مدرسه وعادي جدا. احنا بنهرس بقى. احنا خلاص دلوقتي احنا قبلناها. اوكي هروح جايبها كده على جنب. اهي احطها عشان بس البصل الماي ماي. الماي ماي والثوم المفروم حبهان مطحون علشان ما يطلعش في بقنا. ايوه وحطينا اللورا وحطينا 7 بهارات. دي التتبيله بتاعت الفراخ. هروح عامله كده بقى وعاملاها كده اوكي عشان التتبيله تدخل فيها. ايوه ومنزلاها هنا. مهمه دي بقى علشان لحمه الفراخ نفسها تاخد من التتبيله. بالظبط كده. تمام بصي بقى وادعكها بقى. اهم حاجه بعد ما اقطع الفراخ كده هقول لكم على حاجه كمان انا عاملاها هنا عايزه اقول لكم عليها. الفرخه دي ثانيه واحده جايه. ايوه اتفضلي اتفضلي. انت بتفضلي الفراخ تبقى كبيره ولا صغيره؟ يعني افضل ما تزيدش عن كيلو ونص. خلاص بصي بقى الفرخه هنا انا بجيبها بنقعها في حاجه اسمها محلول ملحي. انا ما نزلتوش هنزله لكم لما اجي اعمل فراخ تاني. محلول ملحي ميه بملح ولا محلول ملحي ده حاجه تانيه؟ ده محلول ملحي بقى حاجه تانيه. هقول لك يا ستي عباره عن ايه. عباره عن 6-7 كوبايات ميه. تمام تمام. وعليهم كوبايه ملح وعليهم نص كوبايه سكر وعليهم ليمون وعليهم اي حاجه عطريه زي ما انا بعمل كده او برتقانه. اقطع كل ده وارميه. تمام اوكي تمام. ما بحطش خل. على فكره الخل في معلومه يعني انا الخل بيضيع يعني ما بيضيعش الزفاره. الملح والسكر والحاجات العطريه هي اللي بتضيع اي زفاره. الزفاره لكن حته ان انا احط خل او اغسل بخل دي حاجه في ناس فعلا كتير مش صح. هو ليمون وادعك واسيبها بقى 2-4 ساعات على قد ما اقدر. طب واقدر اعملها كده لو انا مستعجله؟ يعني مثلا الاكله جات لي على طول خلاص في الاخر. هنعملها. بس احنا لما بنعمل الحركه دي بنعزز الحاجات اللي احنا نحطها. يعني الحاجه بتبقى جاهزه عندنا الانسجه متفتحه تبقى جاهزه عندنا ان هي تاخد بقى اي حاجه عطريه الطعم يبقى فيها متعزز كده الحاجه تبقى جوسي معانا ما فيهاش اي ريحه زفاره بقى. يعني الناس اللي ما بتحبش الفراخ جربوها بالطريقه دي مش عايزه اقول لكم هتختلف معاكم تماما. تمام اوكي يعني نسيبها في التتبيله شويه علشان تاخد من التتبيله فبالتالي ان احنا ايه يعني لما تيجي بقى تستوي هتبقى ليها طعم ونكهه وريحه واخده من التتبيله طول ما كل ما قعدنا فتره شويه. بالظبط تمام اوكي. بصي انا وده بيسري على كل حاجه فراخ لحمه اي حاجه صح؟ لا اللحمه ما بتتغسلش. اوكي ماشي. تمام اللحمه ايه؟ ما بتتغسلش. عشان ايه؟ ما ينفعش ان هي تتغسل. لا انا اقصد ان انا لو عايزه اتبل لحمه اسيبها فتره طويله برضو لا. في التتبيله بتاعتها لو حشوي اوكي هتبلها. لكن هسلق لا طبعا. طبعا بتتحط زي ما هي خالص. بصي هحط بقى ايه دلوقتي البطاطس بتاعتي هنا. تقطعها حلقات متوسطه دي. حلقات عاديه. اوكي احنا معانا تليفون. الو الو مساء الخير. مساء الفل. ازيكم عاملين؟ ازيك يا شيري؟ ازيك يا فيفيان؟ عاملين ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ مين معانا؟ انا بلانش. مين؟ بلانش؟ بلانش. بلانش ازيك حبيبتي عامله ايه؟
الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟ انت من على على من على صفحتي ده. صح، انا عارفاكي. حبيبتي متابعه فيفيان؟ ها اه طبعا، ده حاجتها كلها تحفه، تسلم ايديها، حاجتها جميله زيها. طب ايه اكتر حاجه شدتك وعملتيها وراها؟ يعني اول صراحه جربت الكشري عشان احنا صايمين دلوقتي. ايوه ايوه، الكشري مكسر الدنيا. الكشري فعلا عامل شغل جامد قوي قوي. حبيبتي تسلم ايدك، تحفه، تسلم ايديكي، حاجتك كلها تجنن الصراحه يعني. حبيبتي تسلم ايدك انت يا بلانش، والله نورتيني. هي حبيبتي، ده نوري حبيبتي، ميرسي قوي قوي، نورتينا يا بلانش. بصي متهيألي الكشري برضو من الاكلات اللي نحبها في الشتاء قوي. اه الكشري نحبه في اي وقت، في بصراحه. هو مين يقول لك كشري لا؟ وبيتاكل في كل الاوقات. اه طبعا. بصي انا دلوقتي حطيت البطاطس بتاعتي اوكي، وحطيت عليها الطماطم، وحطيت عليها الحاجات العطريه. تمام. اللي هو ايه؟ الروزماري والزعتر الجاف. اه لا هو فريش فريش. وعلى فكره بص بقى، انا هقول لك علشان مش كل اكله هقول فيها زعتر تشيله الهم، او روزماري فريش تشيله الهم. انا هقول لكم تعملوا ايه. ايوه. هتجيبوا كميه وتحطوها في الكيس وتحطوها في درج الثلاجه. تمام. عايز اقول لكم هتفضل معاكم فريش اطول مده ممكن تتخيلوها. من غير ما اغسله؟ من غير ما نغسله. تمام. لا هنغسله. اه وبعدين او ما نغسلهوش، سوري مش هنغسله، وبعدين نعينه في الـ في الـ في درج الثلاجه، ولما نحتاج هنطلعه هنغسله، هيبقى معانا فريش جدا. حلو قوي. اوكي بصي انا هدعك ده بقى. اوكي. وهحط الفراخ بتاعتي. بتفرق يا فيفيان الفراخ لو اتحطت على وشها او على ظهرها؟ آه اللون. اللون اللون بس. طبعا. أوه. طبعا. ومش هسيب ده. اوكي ده الاساس. اه ده الاساس. اه وهحط الجزر بقى. ايوه الاضافات بقى بتاعت فيفيان يا جماعه اللي هي فايده صحية. ايوه ما انا لسه ان انا ممكن ما احطش ولا نقطه زيت، بس انا هحط ايه رشه زيت كده بسيطه. تمام خلاص اهي خلاص كده. بصوا بقى البروكلي. اه البروكلي ده من الحاجات المفيده جدا. شايفين البروكلي ده بقى مش هيفقد الفيتامينات بتاعته خالص يا جماعه. نهائي. واحط الطماطم. اوكي بصوا بقى هحطها في الفرن. اوكي ونطلع فاصل. تمام ماشي. ونرجع تاني هكون خلاص انا حطيتها في الفرن، نرجع بقى ايه نكمل هنعمل الرز حبه بحبه. استنوني نشوفها بعد الفاصل. بعد الفاصل كل اللي عملته ان انا غطيت صينيه البطاطس والفراخ بورقه زبده وبعدين فايل. مش صحي خالص ان انا اغطيها بفايل واخلي الفايل لامس الفراخ البطاطس اي حاجه خلاص. فانا بغطيها الاول بورقه زبده وبعدين بغطيها بالفايل ودخلتها الفرن. الفرن طبعا يكون مسخنينه قبل كده. درجه حراره الفرن يا جماعه هتبقى 200 ومسبق التسخين. انا اول ما باجي اشتغل في المطبخ من هدفي الشقه. ايوه هدفي الاول اجهز الفرن علشان الاكل. ده سؤال كنت عايز اساله لك، هل كل الاكل اللي بيتعمل في الفرن لازم ابقى مثلا مسخنه الفرن من قبل؟ اه درجه حراره الفرن بتاخد تقريبا ربع ساعه تلت ساعه علشان تديكي الدرجه اللي انت عايزاها. لكن لو حطيته هياخد وقت علشان يقوم والكلام ده كله. فاهمين؟ تمام. فلازم انا جايه اشتغل اروح مجهزه ايه الفرن الاول.